مشاهدينا الكرام، كما شفتوا حكمة الزمان يعني تبقى حكمة تدون بحروف من ماء الذهب، أو حكمة تكتب على سطح القمر حتى يقرأها جميع البشر. المهم مشاهدينا الكرام، حصة بين البارح واليوم، حصة واقعية تعالج قضايا اجتماعية، يقدمها لكم الشيخ حسين، تأتيكم يوميا في تمام الساعة 8 قريبا في رمضان. رمضان كريم.